أهلا بيكم وحلقة جديدة من لكل أكل حكاية. حكاية النهاردة وأكلة النهاردة أو مشروب النهاردة غريب قوي. هو اسمه تمر وما هوش تمر، واسمه هندي وما هوش أصلا من الهند، أو على الأقل مش كله من الهند. التمر الهندي يقال إن موطنه الأصلي أفريقيا الاستوائية، وعرفوه من القدم في السودان ومصر والهند. اشمعنا بقى اسمه التمر الهندي؟ مش قادرين نعرف. انتشر بعد كده في جزر الكاريبي وإلى أغلب بقاع العالم. يقال برضو إن موطنها جزيرة مدغشقر وشرق أفريقيا، لو زي ما قلنا أفريقيا الاستوائية، ومنها انتشرت إلى المناطق المدارية زي فلوريدا والقاحلة والشبه قاحلة زي السنغال والنايجر وساحل العاج والسودان. يقال إن الفراعنة ليهم الفضل الأول في إدخال زراعة التمر خلال العصور الوسطى إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولقوا علماء الآثار بعض أجزاء من التمر الهندي في مقابر الفراعنة. أوروبا بدورها عرفت التمر الهندي لأول مرة عن طريق العرب خلال العصور الوسطى، وقد جاء التمر الهندي في وصفة فرعونية في بردية إبرز الطبية ضمن وصفة علاجية لطرد وقتل الديدان في البطن. أطباء الفرس القدام وصفوا منقوع التمر الهندي كشراب لعلاج بعض أمراض المعدة والسخونة الناشئة عنها أو الحمى الناشئة عنها. وبعد كده أوروبا عرفت الفوائد العلاجية دي عن طريق العرب اللي حملوا معاهم التمر الهندي أثناء الفتوحات الإسلامية. بعد ما عملنا أبحاث سريعة كده عن فوائد وأضرار التمر الهندي، تعالوا نهرجه، وعملنا شوية ريسيرش سريع كده عن فوائد وأضرار مشروب التمر الهندي. يعد التمر الهندي من المشروبات ذات القيمة الغذائية المرتفعة وليه فوائد عظيمة، ومن أهم فوائد التمر الهندي إنه يعد من أكثر المشروبات اللي بتدي إحساس بالبرودة في فصل الصيف، ملين جيد للمعدة وخاصة للي عندهم إمساك، يحتوي على مضادات حيوية كثيرة بتقدر أو بتستطيع إنها تتغلب على البكتيريا، يقوم بتطهير الجسم من الجراثيم الضارة اللي بتغزوه، فاتح جيد للشهية. يعني خلي بالكم التمر الهندي للي مش عايز يدخن، التمر الهندي فاتح شهية، إذ إنه يوصف في حالات النحافة الشديدة. يبقى أخواننا الرفيعين قوي اللي هم بيستخبوا وراء القلم الرصاص دول، اديها تمر هندي. يعمل على تخليص الدم من الحموضة الزائدة، يدخل في الكثير من أدوية الأطفال الخافضة للحرارة. يعني هو كمان ليه، طبعا انت ممكن تقعد تشرب عشان تنزل حرارتك، بس الاسهل ان زي ما قلنا يعني تاخد قرصين خفض حراره، بس هو بيخش في انتاج ادويه الاطفال بتاع الخفض الحراره. مفيد جدا للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، مسكن لالام الصداع. يعمل مشروب التمر الهندي على تقويه المعده في جسم الانسان عامه بقى، يعني قعدنا نقول كذا فايده للمعده، هو بيقوي المعده كلها على بعضها، ويتم استخدامه برضو في بعض حالات البواسير. الجدير بالذكر ان عصير التمر الهندي خضع لدراسات كتيرة قوي نتج عنها انه بيقوم بحماية العظام من ترسب الفائض من مادة الفلورايد، والهنود استخدموه في علاج الزكام. طيب كل ده كانت فوائد التمر الهندي. نيجي بقى الاضرار. بسبب احتوائه على نسبة عالية جدا من السكر واللي بتزيد على 500% من تكوينه، فإن التمر الهندي يعتبر من أطعمة محظورة أو مشروبات محظورة لمرضى السكر. أبوس إيديكم بلاش تمر هندي. وبالنسبة للمرضى اللي بياخدوا الأسبرين أو أي أدوية تجلط دم، فإن تناول التمر الهندي بيمنع مفعول الأدوية دي، وبالتالي ممكن يشكل خطر كبير. لغاية الآن مفيش دراسات تؤكد أو توضح مدى تأثير التمر الهندي على المرأة الحامل وجنينها بالتالي، ولكن بشكل عام يفضل عدم التناول من قبل الحوامل. وبكده نبقى جمعنا معظم المعلومات اللي ممكن تلاقيها عن التمر الهندي، من تاريخه لفوائده لأضراره. واستنونا بكرة في حلقة جديدة من لكل أكل حكاية.